أعزائي، إحنا معنا بهالصباح أيضا خبيرة التغذية أمل حداد. أمل، صباحك سعيد. نهاركم سعيد إن شاء الله، يعطيكم العافية على الحلقة الحلوة اليوم. فرايحية. الله يعافيكي. يعني يمكن كمان من الأشياء المهمة أمل تغذية العروس، يعني منلاقي العروس يمكن قبل العرس مثل يمكن حكينا قبل شوي بتكون متوترة أو العريس، فما بياكلوا، بتصير تغذيتهم خفيفة، يمكن بنسوا يشربوا مي زي ما دايما بتوصي شرب المي. شو نصائحك للعروس، والقبل إيش قبل قديش من العرس لازم تهتم بتغذيتها؟ أكيد إحنا دايما بنقول هاي فترة كتير مهمة. إحنا بنلاحظ عليهم إنه لما يروحوا بالذات العروس عشان تعمل الميك اب والأشياء هيك بيكون إرهاق وعندها بعض الأعراض أو الأشياء اللي مبينة واضحة بوجهها. عشان هيك إحنا بنحاول نقولهم قبل بشهر من العروس تنتبهي على قصة إذا في كان وزن زيادة مثلا، لقصة الشيبينج، إذا كان في عنا وزن نحيف إنه نزيد الوزن شوي، تنتبه من ناحية إنه نزيد إحنا عملية هون إعطاء هالفواكه والخضروات والألياف بشكل أكبر، تركيز على قصة المي وتركيز على عمل بعض الماسكات. خلينا نقول مش رح نفوت على تخصص التجميل، وإنما بعض الماسكات اللي بنسميها إحنا نيوتري كوزماتيك، الأشياء اللي إلها عناية أو إلها دراية بالتغذية من ناحية الإنتاج كأكل، ومن ناحية إنه تعمل ماسكات طبيعية من الموز، من اللبن، من العسل، من النشا، اللي بتساعد على نظارة البشرة. هاي إذا كان إشي الخارجي. الإشي الداخلي زي ما حكينا كتير مهم، تتعلم قصة الشهيق والزفير منيح، من ناحية إنه دايما بيكون عندهم تسارع ضربات القلب، قصة شرب الماء بكمية متوازنة، قصة المشي، هم أوردي بيكونوا عاملين رياضة قبل العرس من ناحية تجهيزات والمعاناة والتعب بالترتيبات القبل. بس دايما بنحاول نقولها إنه التركيز كتير كبير على قصة انه تناول فواكه وخضروات بدرجه كثير كبيره. هون بنقلل شوي نسبه الكربوهيدرات، لانه بنعرف احنا زياده النشويات بتخلي المود احيانا شوي عصبي وستريس اكثر. التزام بالبروتينات بتكون معتدله، لا زياده ولا قليله، يعني قطعه بروتين باليوم من قطعه لقطعتين بيكون انف، وبتكون محافظه على كل الهيك. هلا بنتوجه دائما احنا لقصه يوم العرس. يوم العرس، العروس احيانا كمان بنلاقيها يمكن الصبح بتكون مشغوله فما بتاكل ولا شيء، او يمكن بتكتفي بالافطار وبتدخل على الحفله. مظبوط. فهون احنا بنحاول نقولها انه بده يكون معها مرافقتها او اختها او امها او حدا مقرب لإلها، من ناحيه انه يكون في موجود معها المكسرات النيه اللي هي سهله جدا تناولها باي وقت من غير ما تاثر لا على الميك اب ولا على اي شيء. اضافه لهيك ممكن عصير بيساعدها برضو اسلس واسهل بالاوقات الحرجه او الصعبه لما تكون هي مثلا بالصالون عم بتحضر حالها، لانه كتير صعب انها تاكل فعليا. هون بيكون قبل ما تروح على الصالون بدها تاكل وجبه كامله متكامله، ما بيصير انها تاكل مثلا حبه فاكهه بس وكاسه عصير وتروح، او شوكولاته او قطعه سويت خفيفه وتروح، لا بدها تاكل وجبه متكامله تضاين معها اقل شيء لمده 6 ساعات، واللي بتكون تحتوي مثلا على رز او ساندويش او قطعه بروتين مع خضار مع سلطه او لبن. هون بتكون الوجبه متكامله ومتلازمه معها. ممكن تخلي مع المكسرات تمر، إشي سهل، أو أي فاكهة مجففة سهلة التناول وما بتبين مثلا، وبكون هذا سهل لأنه تقضي السهرة تاعتها للعشاء هي والعريس مثلا، إنه هون بتناولوا. عشان هيك إحنا دائما بنركز على قصة إنه تأكل هاي الأشياء البسيطة عشان ما يصير عندهم شوك بنهاية الليل، بيكونوا جوعانين كتير وبيأكلوا من كل البوفيه، بالذات إذا كان بوفيه زي اللي قبل شوي شفناه إشي كتير زاكي وطيب، هون ما رح يخلوا إشي إلا يدوقوه. فبنقول لهم بدء بالسلطات، بالشربات، بالأشياء الخفيفة، ومن ثم بعد نص ساعة إنه بيقدروا يتناولوا، دائما بيكونوا هم سبيشال يعني بليلة عرسهم، إنه بيتقدم لهم الأكل أو الوجبة الدسمة. يعني ذكرنا البوفيه أمل، لابد أيضا كمان المدعوين يكون لهم نصيب. إحنا دائما خصوصا إحنا بيكون العشاء تقيل، وجبته تقيلة خصوصا على البوفيه، وما بنقدر نقول والله إنه يعني لا إحنا ما بنقدر نتعشى أو بدنا نلتزم ببعض القوانين التغذية، لكن إيش ممكن كيف ممكن ناخذ الأكل عن البوفيه لحتى نخفف من السعرات الحرارية اللي ممكن نكتسبها خلال العشاء؟
اكيد زي ما حكيتي داما كثير مهم. هلا اذا قلنا مره بالشهر الانسان خبص بالعشاء مش مشكله، بس احيانا بتصدف الاعراس كلها فتره الصيف وكلها ورا بعض، ممكن يصدف انه كل اسبوع يكون في عرس لبعض العوائل. هون بنقول لهم لا، عن جد بدهم يحافظوا على وزنهم من ناحيه انه تاخذ الطبق وتحط من كل شيء هي موجود منه معلقه، انه دوقه يعني، ف معلقه معلقتين، ونركز كثير كثير على قصه الاشياء اللي قليله السعرات. قليله السعرات يعني خلينا نركز على الاشياء البارده، السلطه، التبوله، المقبلات، اليلنجي، الاشياء اللي بتكون دائما اقل فيها سعرات حراريه من انه يحط الرز مثلا، المنسف، اللحمه، الاشياء الدسمه، هاي تخفف شوي. ليش؟ لانه انا متاكده انه دائما بيلحق البوفيه الحلويات بسرعه وبيكون هنا التشكيل كبير. دائما بنقول قطعتك بالبوفيه من الحلويات هي قطعه بكف اليد. كف اليد فيك تاكل منها كل الانواع، اذا زي ما حكينا اخذنا جزء صغير مثلا لقمه هيك بقطعه صغيره، هون بتكون بكف اليد، هون اكل قطعه الحلويات. بس مهم كثير بعد ما يخلص العرس انه يروح ينط له شيء حبله او يمشي له شيء مشوار يهضم يروح بالليل يروح مشي يس. هل ممكن مثلا الواحد يقلب الوجبه انه بدل ما تكون مثلا الوجبه الرئيسيه الغدا تكون العشاء؟ هلا ممكن نعمل شيفت لما يكون عامل حسابه انه في بوفيه وفي اكل، يعمل شيفت لوجبه الغداء، واذا كان متكرر زي ما حكينا انه بالاسبوع مره او هيك شيء. اضافه لهيك انه بنركز زي ما حكينا على قصه انه نبدا بالاشياء قليله السعرات وننتهي بالاشياء غنيه السعرات، عشان يكون صار في مجال انه عمليه الاشباع اكثر. يعني انه اذا بدا بالاشياء الزاكيه والاشياء الدسمه كثير، هون لا راح يسحب فيها اكثر من الاشياء، ما راح يقدر يعود ياكل لا سلطه ولا الأشياء اللي إحنا أصلاً بدنا إياها فيها فيتامينات ومعادن للجسم. يعني أمل، أنا بدي أشكر حضورك معنا بهالصباح ومشاركتك لحلقتنا الخاصة اليوم عن عروس الخريف، وعلى هاي المعلومات المهمة اللي لازم كل عروس يعني تاخد بالها منها قبل بوقت من حفل الزفاف. وإحنا بنتمنى لهم كلهم إن شاء الله التوفيق بحياتهم الجديدة لكل العروسات اللي بفصل الخريف، وموفقين ونهاركم سعيد. شكراً، يعطيك العافية.